معرض الصحافة من قناة الشروق الإخبارية، السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم. نستهل هذا العدد من معرض الصحافة بأبرز العناوين الرئيسة التي جاءت بها الصفحة الأولى من الشروق اليومي، وتطالعون: ثلاثي الخراب الصهيوني، تحالف الكراهية والشر يستهدف زعزعة مالي والنيجر. وفي عنوان آخر: تنافس بنكي في توفير قروض حلال لشراء السيارات. على رأس الصفحة الأولى: انطلاق البيع والتأميم لأملاك المدانين في قضايا الفساد. في التفاصيل اخترنا لكم مشاهدينا هذه المقالات وتطالعون فيها. في المقال الأول: رسميا البيع والتأميم لأملاك المدانين في قضايا الفساد، حيث شرعت مصالح الدولة في تنفيذ الإجراءات القضائية والإدارية من أجل التصرف وبيع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي آلت إليها بعض مصادرها أو بعد مصادرتها في إطار مكافحة الفساد وفقا للأحكام النهائية الحائزة على قوة الشيء المقضي فيها. تفاصيل أوفى مشاهدينا حول هذه الإجراءات في الصفحة الثانية من يومية الشروق والصفحة الثالثة، تطالعون أيضا هذا المقال وجاء بالتفاصيل التالية. أعلن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعابد الثلاثاء من ولاية شلف عن إعادة النظر في امتحان تقييم المكتسبات للسنة الخامسة ابتدائي خلال السنة الدراسية الجارية، مع تقليص الحجم الساعي من 13 ساعة و15 دقيقة على مدار 25 يوما إلى 6 ساعات و30 دقيقة خلال 3 أيام. وصرح وزير التربية في لقاء صحفي عقده على هامش زيارة عمل وتفقد لولاية شلف أن الندوة الوطنية التي نظمت في جويليا الفارط خرجت بمجموعة من المقترحات والتوصيات عرضت على لجنة رفيعة المستوى، وتم إقرار بعض الإجراءات التي ستغير شكلا وليس مضمونا. إذا تفاصيل أوفى مشاهدينا حول هذا القرار في صفحة الرابعة من يومية الشروق. اخترنا لكم أيضا هذا المقال. وفي الاقتصاد تطالعون: شرع القرض الشعبي الجزائري رسميا في استقبال ملفات طلبات تمويل السيارة الجزائرية بعد إنتاج أول مركبة بمصنع وهران الاثنين المنصرم. وكشف رئيس قسم الصيرفة الإسلامية على مستوى القرض الشعبي الجزائري عن الشروع في استقبال ملفات تمويل السيارات الجزائرية على مستوى البنك الذي يمثله بمجرد خروج أول مركبة من مصنع فيات بوهران يوم الاثنين، حيث أن المطلوب من الزبون جلب فاتورة نموذجية من المصنع أو الوكيل لتتم مباشرة عملية التمويل التي تصل نسبتها إلى 90% مقابل هامش ربح يعادل 7.5% سنويا، واصفا إياه بالهامش الأقل تكلفة على المستوى الوطني. الخبر اليومي من بين اليوميات التي نتعرف على عناوينها الرئيسية الصادرة بتاريخ اليوم، وعادت في عنوان رئيسي إلى الوضع بغزة منذ أزيد من شهرين: 19 مجزرة في غزة خلال ساعات فقط، والجزائر تستقبل 400 طفل فلسطيني للعلاج بالعاصمة ووهران وقسنطينة. في عناوين أخرى تعود إلى المكاسب العديدة لمنتسبي التربية ورفع سقف التعويضات إلى 5000 دينار. في عناوين هامشية يمكنكم مطالعة ما يلي: موسكو تعمل على إقامة علاقات وثيقة مع الجزائر، هذا ما أكده وزير الخارجية الروسية. وعناوين أخرى ضمن هذه الافتتاحية. أما الصفحة الأولى اليومية المساء فقالت بالبنطي العريض: احترام الأجال التزام تجاه المواطن ومصداقية للدولة. وتطالعون أيضا مشاهدين في عناوين أخرى: بطاقة الشفاء 2 ورفع تعويضات الوصفة إلى 5000 دينار. على رأس الصفحة الأولى دبلوماسيا: الرئيس تبون يطمئن على الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. وعناوين أخرى فرعية ضمن هذه الصفحة الأولى: الجزائر تتكفل بعلاج 400 طفل فلسطيني
وأسفل الصفحة الأولى نريد علاقات وثيقة مع الجزائر في جميع المجالات، هذا ما أكده وزير الخارجية الروسي في تصريح له. الاحتلال الصهيوني يستهدف قافلة مساعدات أممية في غزة، واتفاقية بين وزارتي الاتصال والنقل لخفض التذاكر الجوية. في تفاصيل هذه اليوم اخترنا لكم هذا المقال، ويمكنكم الاطلاع على التفاصيل التالية. أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب أمس عن إطلاق نسخة ثانية من بطاقة الشفاء، مع رفع قيمة التعويضات في الوصفة الواحدة باستعمال بطاقة الشفاء بنسختيها من 3000 دينار إلى 5000 دينار، مشيرا إلى دخول الإجراء حيز التنفيذ الأسبوع المقبل. وأوضح بن طالب على هامش شرفه بالمركز العائلي ببن عكنون بالعاصمة على إطلاق النسخة الثانية من بطاقة الشفاء الإلكترونية أن النسخة الجديدة تتميز بتكامل تقني عالي مع التطبيقات والمنصات الرقمية الخاصة بالصندوق. تفاصيل أكثر حول تصريحات وزير العمل في هذا الشأن وفي ما يخص التقنيات أو تكنولوجيا بطاقة الشفاء الثانية في يومية المساء. في الصفحة الأولى من يومية الموعد اليومي تعود اليومية إلى إصدار النسخة الثانية من بطاقة الشفاء، وتعنون رفع قيمة التعويضات من 3000 دينار جزائري إلى 5000 دينار، والنسخة الثانية من بطاقة الشفاء أكثر أمانا ولا يمكن اختراقها أو التحايل في استخدامها. رئيس تبون يطمئن على صحة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في عنوان آخر، وعناوين رئيسية أخرى تعود مشاهدينا إلى الحدث التربوي أسفل الصفحة الأولى، وتعنون تقليص مدة امتحان تقييم المكتسبات سانكام إلى 3 أيام. على رأس الصفحة الأولى البنك الدولي يشيد بتجربة الجزائر في الوقاية من مخاطر الكوارث الطبيعية والتكفل بها. أما فيما يخص التفاصيل فاخترنا لكم هذه أو هذا المقال، تطالعون فيه التوقيع على اتفاقية إطار بين وزارتي الاتصال والنقل، حيث وقع وزير الاتصال السيد محمد العقاب ووزير النقل السيد محمد الحبيب الثلاثاء اتفاقية إطار تتعلق باستفادة الصحفيين الرياضيين من تخفيضات في النقل الجوي الخارجية لتغطية المنافسات الرياضية الإفريقية، وهذا في إطار تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون المعلن عنها يوم 3 ديسمبر 2023 بمناسبة احتفالية جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الاتصال. وأوضح نفسه المصدر أنه بموجب هذه الاتفاقية التي تمتد ل5 سنوات قابلة للتجديد، تستفيد وسائل الإعلام الراغبة في تغطية المنافسات الرياضية الإفريقية من تخفيضات على النقل الجوي الخارجي تصل نسبتها إلى 50% خارج الرسوم، شريطة أن يكون هذا التخفيض مرتبطا تقديم تكليف بمهمة صادر عن وسائل الإعلام المعنية بتغطية الحدث أو النشاط. تفاصيل أوفى حول شروط الاستفادة من هذه التخفيضات ضمن يومية الموعد اليومي الصادرة بتاريخ اليوم، تطالعون مشاهدينا في الصفحة الأولى من الغد الجزائرية. إقليميا تحالف إماراتي صهيوني مخزني لضرب علاقات الجزائر بجيرانها، وتعود مشاهدينا في عنوان رئيسي آخر إلى فشل الحكومة الفرنسية في معالجة قانون الهجرة. وعلى رأس الصفحة الأولى فيما يخص الحدث التربوي إجراء استنكام البديل في 3 أيام وامتحان التلاميذ في 6 مواد بدل 9. تطالعون أيضا المشاهدين في تفاصيل هذه اليومية هذا المقال الذي اخترناه لكم، وجاء فيها: كشفت الإذاعة الجزائرية أن الإمارات العربية منحت 15 مليون أورو للمغرب من أجل إطلاق حملة إعلامية وحملات على المنتديات الاجتماعية بهدف التحرش بالقضايا القومية الجزائرية وعلى رأسها قضية الصحراء الغربية والساحل الإفريقي والمقاومة الفلسطينية في غزة. ونقلت الإذاعة الجزائرية
أن هذه الحملة تهدف أيضا إلى نشر الأخبار الكاذبة والدعاية المغرضة بهدف خلق جو مشحون في العلاقات بين الجزائر ودول الساحل. عناوين الصفحة الأولى من العربي أو القدس العربي ضمن معرض الصحافة لنهار اليوم، وجاء في عنوان رئيسي: غزة تحولت لجحيم على الأرض. وبايدن يصرح ويقول: فقدت إسرائيل الدعم الدولي بسبب القصف العشوائي على قطاع غزة، وهي تصريحات لم يسبق لها مثيل. 7 شهداء في جنين أغلبهم اغتيل في قصف صاروخي بطائرة مسيرة. وتطالعون عديد العناوين في هذه الافتتاحية. أما في التفاصيل مشاهدينا، فعادت يومية القدس العربية إلى استقبال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للويزا حنون، وكتبت: السياسية لويزا حنون تلتقي الرئيس تبون لأول مرة وتناقش معه حرب الإبادة في فلسطين وتداعياتها على الجزائر والمنطقة. حيث استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لأول مرة منذ وصوله إلى السلطة الأمينة العامة لحزب العمال لويزا حنون، التي عرفت في السنوات الأخيرة بمقاطعة حزبها لكل المواعيد الانتخابية ومواقفها المنتقدة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية المنتهجة حاليا. نختم بالصفحة الأولى ليومية لوموند الفرنسية، والتي هي الأخرى، خصصت حيزا من صفحتها الأولى لفشل حكومة ماكرون في معالجة قانون الهجرة، والذي أحدث ضجة كبيرة بفرنسا منذ أسابيع. بهذا نختم معرض الصحافة، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء. أول شيء مشروبات ديتوكس هي خليط من ديزانغريديون طبيعيين، يقدر يكونوا خضر، فواكه، أعشاب إتسيتيرا، والماء بيان سور هو لانغريديون برينسيبال فيها. فيها عدة فوائد ان توكا، مي فيها أوسي أضرار، لازم واحد يعرف كيفاش يستخدمها. من نقدر نقولوا بالهدف الأولاني تاعها اللي هو لا ديتوكسيفيكاسيون، يعني نحو لي توكسين من لوكور وتحسين عملية الهضم. كيفاش تكون هذه، يعني كيف يتم التخلص من السموم المتراكمة في الجسم من خلال مشروبات الديتوكس؟ كيفاش تكون هذه العملية؟ مشروبات ديتوكس لي كونتونون اللي فيها غنيه، حتكون بالفيتامينات بالمعادن، سورتو باسكو الي بازي من اعشاب والياف اوسي، بازي دو خضر فواكه ايتترا، والماء كيما على بالنا بلي غني بالمعادن والفيتامينات. هادشي اللي راح يخلي لا ديتوكسيفيكاسيون وتنقيم هذوك الميكروبات اللي يكونوا في الجهاز الهضمي تاعنا. اكيد من خلال تصفيه الدم ايضا. وشنو هما ربما الخصائص الموجودة في هذا الخضر والفواكه اللي تستخدم في الديتوكس واللي تخلي الجسم تاعنا ربما يتخلص من السموم؟ جوستومون هذا الشيء لا ديتوكس كي نشربوها راهي رايحه دير لنا براتيكمون اون بيرسون كي يكون عندها بالك عذر في الهضم تو، ولا بالك ما راهي حابه تفقد الوزن، بوتيتر عندها بزاف اهداف، لا ديتوكس راهي رايحه تساعد في هذا الشيء. مي واش نقدر نقول، ماشي هي وحدها اللي حنتكلوا عليها 100%. تما لا ديتوكس عندها شروط باش تنجح وتقدر تنحي السموم ايتترا، وبالك ما مزيد لنا الفيتامينات والمعادن في الكور، وتعاون في نقصان الوزن، تعاون اكونديسيون واحد اون باراليل لازم يكون عنده نظام غذائي صحي ومتوازن. يلا هنكملوا الحديث تاعنا، لكن قبل ذلك نذكر فقط المشاهدين بإمكانية المشاركة في البرنامج والتفاعل معنا على المباشر وطرح مختلف الانشغالات على الأخصائية اللي هي حاضرة معنا اليوم. إذا ما عليكم غير تتصلوا على رقم الظاهر أسفل الشاشة إذا كنتوا من محبي الديتوكس، من مستهلكي الديتوكس، تصلوا بنا قدموا لنا الوصفات اللي يعني تستخدموها في الديتوكس. إذا الموضوع راهو واضح باين، عيطوا لنا، مرحبا بكم. نعاود نولي ليك، نشوفوا أنه الناس عادة ما يستخدمون يعني الخضروات على غير الكرافس، أيضا السلق، نشوفوا الخيار أيضا في الديتوكس. إذا هذا الدو بداية بالفوائد، وشنو هي القيمة الغذائية تاع هاد الخضروات؟ الوغ هاد الخضر والفواكه اللي رانا نستخدموهم في لا ديتوكس، بون كون جو دي ديتوكس معناتها خضر وفواكه بلوس ماء،
تسمى الخليط اللي بيناتهم حيكون فريمون غني بال غني بالالياف، غني بالفيتامينات وغني بالمعادن، مي اون باراليل فيه اضرار باسكو فيه نقص مغذيات. ما علاش ما نقدروش نتكلوا على لو ديتوكس وحده ولا نديروا غير ان ريجيم ديتوكس ولا نشربوا غير لي ديتوكس ونتكلوا عليهم؟ باسكو لو ديتوكس راهو غني بالالياف وكيما نقولوا لي ميكرو نوتريمون، المغذيات الصغيره اللي قلتهم لك دوكا، فيتامين مينيرو ايتترا، بصح المغذيات الكبيره لي ماكرو نوتريمون كيما بروتينات لي كربوهيدرات اي تو دهون صحيه راهم غايبين، وكيما على بالنا واحد لو كور تاعو يسحقهم. دونك سي بور سا جو ديزا اون باراليل واحد كي يشرب هاد لي ديتوكس ولا ياخذ كي نقولوا ديتوكس معناتها مشروب ديتوكس، دوك نمد لك ديز اكزومبل، معناتها سوب، معناتها اوسيتيزان، يقدر ياخذهم، مي اون باراليل لازم يكون عنده دوطر سورس تاع مغذيات باش يلحق ان بون ريزولتا. اذا ديتوكس ما يكونش فقط مشروب بارد يتم من خلاله، ربما يكون عباره عن مزيج من الخضروات والفواكه ايضا المرحيه مع الماء، لكن يقدر يكون ايضا تيزان حساء ولا مشروب دافئ. وي يقدر يكون ثاني تيزان كيما لا تيزان تاع اعشاب ولا نعناع ولا، هذه تعتبر ان ديتوكس ودايوغ ان ديتوكس اللي مفيده بزاف لو سوار جوستومون. كاين بليزيور ديتوكس، كاين اللي ناخذهم الصباح كاين اللي ناخذهم العشيه، وقاعدين نروحوا تدريجيا، نقعدوا دائما في الفوائد تاع هذا الديتوكس قبل ما نروحوا الاضرار، لان الاضرار كثيره ايضا اليس كذلك؟ يلا الفوائد اذا ما اعتمدنا فقط على المواد الطبيعيه عندها قيمه كبيره، لكن كاين بزاف اللي يزيدوا لها يعني البروتين اليس كذلك؟ كاين اللي يخلطوا ايضا بين انواع مختلفه من المكسرات مع الخضر اليس كذلك؟ وي اللي يديروا شغل هادو نقدروا نقولوا بلي بدينا ندخلوا في ان سموذي، سي با فريمون اون بواسون ديتوكس. كي نبداو ندخلوا في ان سموذي نزيدوا مغذيات واحد اخرين كيما قلتي لا واي بروتيك ولا نزيدوا مكسرات، معناتها رانا نزيدوا بروتينات ورانا نزيدوا دهون صحيه. فهاد الشيء نقدروا نقولوا بلي لا ديتوكس تاعنا رانا شويه رجعناها غنيه باش ما تصرالناش اون مال نوتريسيون، باسكو جوستومون لا ديتوكس وحدها تسبب اون مال نوتريسيون، نقصان في التغذيه، اوسي عندها اضرار واحد اخرين. اون بيرسون كي تتكل غير على لا ديتوكس تنقص في البوا، واحد ينقص في البوا بصح غير دائم، هذاك النقصان في الوزن اللي يتكل غير على لا ديتوكس غير دائم، معناتها ينقص اون بون بزاف دي كيلو بصح يعاود يرجعهم ابخي باسكو لاليمونطاسيون تاعو اللي تي با ايكيليبري. اكيد للاسف نشوفوا الناس اللي يعني ربما مستعجلين باش يفقدوا وزن في وقت قصير جدا يعتمدوا عليها كليا، يعني في فطور الصباح ياكلوا يشربوا ديتوكس، على 12 ايضا كي يجوعوا يشربوا ديتوكس صحيح، ومع الحشيه ايضا تسيبهم يشربوا غير تيزانه. وقفتي على هذا الامر في العياده؟ وي وي مالوغوزمون، ونظل نهضر عليها دائما باسكو يا دي بيرسون يشوفوا غير هذاك الرقم تاع الميزان، ما يشوفوش جسمهم اسكو راهو صحي اسكو ما راهوش صحي. وانا دائما نقولها ونعاودها باللي سي با لو بلوز امبورطون انو تنقصوا زعما 20 كيلو في الشهر ومن بعد الافا سا سا ريان تعاودوا ترجعوهم. دونك جو بريفير انا جو كونساي لي بواسون ديتوكس، جو كونساي معليش يشربوهم شغل كل بواسون ديتوكس الكميه تاعها ووقتها ايتترا، يعني تجي نستهلكوهم بالموازاه مع نظام غذائي. فوالا مع نظام غذائي صحي، يعني صباح مثلا اللي يشربوهم صباح ما يستغنوا مش على الفطور المتكامل تاعهم اللي فيه البروتين ولازم يشربوا لا ديتوكس هذيك مقبل فطور الصباح باش نوصل نديهم طاقه، فطور الصباح هذاك يديجيرا بيان. عفوا وي دونك سي تري 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 امبورطون كي ياكلوا يشربوا هذيك لا ديتوكس ياكلوا اون باراليل نظام غذائي صحي باش نقصان الوزن يكون مستدام، لانه واحد من الاضرار تاع لي ديتوكس انه نقصان الوزن يكون غير مستدام، يعني ينقصوا هذوك لي كيلو ويخسروا صحتهم معاهم ويعاودوا يرجعوا هذوك لي كيلو ابخي، تما لو كان ما يعرفوش يستعملوا لا ديتوكس راهي حتقعد غير ضرهم. لكن عندها قيمه غذائيه ما يعني ما نقدرش نكروا ذلك، لكن كاين بزاف اللي يقول لك انه هاد الديتوكس راح تعزز جهازنا المناعي، راح تساعدنا في التخلص من السموم ويروج لها بكثره، حقيقه هي تعزز الجهاز المناعي تاعنا. وي دونك هي فيك فيها اضرار اوتوماتيكمون فيها فوائد، قلت برك لازم نعرفوا وقتاش نستعملوها. باغ اكزومبل كي هضرتي على الجهاز المناعي كاين بزاف دي ديتوكس انتريسونت اللي يدخل فيهم الزنجبيل، والزنجبيل سي ان انتي انفلاماتوار ناتورال يعني مضاد التهاب طبيعي، كي نديروه كالكو سوا ندخلوه في ديتوكس ولا انتيزان سورتو سي بيان الصباح وقبل كاش وجبه راهو فريمون حيعاون في تعزيز الجهاز المناعي او ميم طون تصفيه، يعزز عمليه الهضم اوسي. عمليه الهضم وقتاش الديتوكس يولي مضر؟ خاصه اننا نعلم انه الخضروات غنيه بالالياف، ويعني هذه الخطوه اننا نرحيوهم
راح تنقص من الالياف الموجوده فيها. وي هي على كل حال لا ديتوكس الي غيش غيش بالمعادن بالفيتامينات تو بالالياف اللي حيكون فيها خضر وفواكه ومام كاين فواكه اللي مدوا لنا فيهم سكر الفركتوز يمدوا لنا طاقه سي فري بصح صاغست سي با سوفيزون وثاني كي نرحيهم على بالنا بلي كنشربوا زعما ناكلوا حباتينا ولا نرحيوها نديروها في ديتوكس سي با باغي تنقص ماشي اون بليس لي جو يعصروا ينحوا كاع هذيك الحبوب والقشره وهذوك هما اللي غنيين بالالياف فوالا دونك تنقص القيمه الغذائيه ويعني عمليه الهضم تكون ثقيله كيكونوا كاملين ماشي كيما كيكون مرحي ربما حتى الشعور بالشبع هذا كيكون مؤقت يلا قعدي معنا استقبلوا مكالمه هاتفيه صباح الخير نعم صباح الخير انا في الاستماع السلام عليكم صباح الخير نهارك مبروك يبارك فيا ما شاء الله صباح الخير للاخصائيه وليك ولجميع المتابعين قناه الشروق نيوز عندي سؤال ما يخص الناس المصابه بمرض السرطان هل منصح لهم هذا المشروب ام لا اللي كنت علمك بلي هذا الناس عندهم يعني عندهم اكل خاص يعني عندهم خاص نظام غذائي صحي نظام غذائي صحي خاصه بعد العمليه هل ديتوكس مفيد لهم ام لا؟ هذا هو سؤال تاعك. هذا هو السؤال، شكرا استاذ. قاد معنا، شكرا جزيلا الشكر على هذا التفاعل الصباحي. اذا مرضى السرطان بعد الاكيد انهم عندهم نظام غذائي باين، هل يمكن لهذا المرضى انهم يتناولوا الديتوكس خاصه بعد جلسه العلاج؟ فوالا، دونك اون بيرسون اللي عندها لو كونسير على بالنا باللي الجهاز المناعي تاعها راه حيكون ضعيف بزاف، سيغت كو تقدر تشرب هذا لي ديتوكس في وقتها المعين، لكن نقدر نقول لازم اوتوماتيكمون يكون يتبع هذاك البرنامج الغذائي اللي غني بالمغذيات باسكو على بالنا باللي لازم ياكلوا بيان، واحد كيكون جهازه المناعي راهو فريمون فاشل، لازم ياكل بيان باش يقويه، اون ميم طون يقدر يشرب هاد لي بوسون ديتوكس مي كمساعد فوالا اكيد ربما ما يعاب على هاد المشروبات الطاقويه ان صح القول انه يروج لها كثيرا على اساس انها يعني مشروبات ميراكل راح تشفينا من بعض الامراض اليس كذلك وهنا يكمن الخطر مشروبات سحريه شكرا يحياوي سيغتو الماء بالقارص الماء بالقارص القارص والزنجبيل والنعناع ايضا وي بوغ شغل يمونج نابورت كوا من بعد يروح يشرب هذاك الخليط الماجيك ومن بعد تيك خلاص ينقص في البوا تتقم صحته ينقص لو غا ايتترا فوالا هي سي فري كي سون افيكاس يزودوا لنا كيما قلتي عزو عمليه الهضم يزودوا لنا لو كور تاعنا بالمعادن بالفيتامينات تو سكي بيان المناعه تاعنا تو الجهاز الهضمي بصح اون ميم طون قادر واحد يهلك صحته يهلك روحه لو كان يتكل غير عليهم يلا وقتاش يولي الديتوكس مضر للصحه الوغ كي واحد ياخذ سورتو يتبع ان بروغرام ديتوكس يعني يتكل غير عليه هكا حيت صرا له نقص في التغذيه نقص في المغذيات ثاني يونا دي بيرسون ما هضرناش عليهم اللي يكون عندهم بالك ديزانفلاماسيون في الاستوما ولا ويكونوا هذوك لي ديتوكس اسيد بزاف تاع القارص ايتو ثاني واحد كيكثر منه راه رايح يزيد ينفلام يزيد يضر روحه وثاني يا ان كاتيغوري دو بيرسون اللي ما يمشيش عليها ديتوكس باسكو كل واحد ولو كور تاعو كل واحد ولا كوربيلونس ديالو تسمى لا ديتوكس بالك باغ اكزومبل تمشي عليك ما تمشيش عليا انا كل واحد وجسمو ابخيتو تلقى ان بيرسون لحقت ان ريزولتا وتحسن الهضم تاعها راني نهضر اون باراليل وهي تاكل صحي مي كاين دي بيرسون لي سي با افيكاس عليهم ديتوكس يضرهم برك كيما قلت لك باغ اكزومبل لي بيرسون لي يكونوا بالك عندهم التهابات دونك ماشي كاع لي بيرسون تمشي عليهم لا ديتوكس وما لازمش نتكلوا عليه فوالا 100% اكيد كيفاش يكون هذا نظام الديتوكس اللي ما لازمش نذكروا اننا نعتمدوا عليه يعني صباحا يتناولوا مشروب ما تعطناش ونفس الشيء ليلا الوغ نقول لك كيفاش يكون صحي كيفاش يكون مضر وكيفاش يكون صحي الوغ كيفاش يكون مضر واحد البروغرام تاعو كامل يكون ديتوكس زعما باغ اكزومبل صباح يشرب غير يشد زعما يدير غير الماء والقارص بيتوت الزنجبيل شتي باكو صحيح كاين اللي يزيد له الكرافس كاين اللي يزيد له وي كل واحد واش يزيد واحد كيفاش بريفيرونس كل حاجه في كل حاجه في وقتها يونا ثاني كيلحق الفطور يديروا ان سوب بصح هذيك لا سوب ما يكونش فيها ني دجاج ما يكونش فيها ني بطاطا زعما سوخ تاع نشاء ولا يكون فيها باغ اكزومبل غير سلق قرعه كرافس كرومبيط تجي مايها شغل ما فيها حتى فيها لي ميكرو نيفريمون بصح ما فيهاش فريمون قيمه غذائيه. ما فيهاش البروتين ايضا. فوالا البروتين تلقاه في لاكولاسيون ثاني يزيد يدير بواسون ديتوكس واحده اخرى وفي العشاء يسوب واحده اخرى تسمى شغل جاست لا جورني لا غليسيمي تاعو كابابل تهبط.
اذا ناهيك على النقائص اللي راح تكون نقائص لي كارونس نوتريسيونال لي كارونس نوتريسيونال اون مال نوتريسيون قلت لك ال بروفوك اون مال نوتريسيون يعني ندخلوا نكونوا حابين ربما نتخلصوا من بعض الكيلوغرامات الزائده ندخلوا في مشاكل واحد اخرين سوء التغذيه فوالا في مشاكل صحيه الوغ كي واحد اللي يتبع برنامج غذائي تاعو صحي وياخذ لي ديتوكس في وقتهم بالكميات اللي ريكوموندي تلقاه ينقص في الوزن بطريقه صحيه ما ينقصش 20 كيلو في الشهر باسكو سي ديكونسيي ينقص بيان نقولوا من 4 ل 6 كيلو après tout ça dépend de la personne شحال الميتابوليزم تاعها مي ابري يكمل ماشي غير يحبس هاد باسكو باغ اكزومبل واحد يدير ريجيم ديتوكس غير يحبسو يغبرون هذوك لي كيلو اون دوبل باغ كونط كي يستعمل لي ديتوكس كفائده ليه للمناعه في نفس الوقت فوالا اكزاكتومون سورتو الوقت سي امبورطون باغ اكزومبل لي زيكزومبل تاع لي ديتوكس اللي ناخذهم في كل وقت باغ اكزومبل لا ماتيني سي بيان دو بروندر واحد كيكون اجون قبل ما ياخذ لبتي داش تاعو نون سولمون باش يمد لروحو طاقه وباش يديجيري بيان هذوك لبتي داش سي بيان يشرب اللو مع مع زنجبيل يا اوسي الماء مع القارص ولا الماء وزنجبيل وهذوك لي غران دو فنوي تاع زريحه بسبس سا سي بيان مع صباح باغ اكزومبل اجون مي ابري ياكل البتي داش تاعو ماشي يشربهم هما وحدهم يا اوسي قبل الوجبات جورون لا جورني سي بيان واحد ياخذ اون ديتوكس تاع زنجبيل والخيار اوسي ثاني باش يديجيري بيان كيما قلنا اكيد يشربوا ما شحال يسنى نص ساعه ساعه نو يقدر جوست ابري جوست ابري شغل ليسونسيال يشربوا صباح اجون يبدا به فوالا ويا اوسي les personnes qui font du sport, qui font du sport tani ou qui peuvent récupérer après, c'est bien ils font une détox qui est riche en fruits ou en légumes. Ça veut dire qu'il y a des chiards, qu'il y a des chinois, des mandarines peut-être, il y a aussi des betteraves, c'est bien. Surtout les sucres, ils peuvent donner un peu de taqa pour cette tamrin. Et il y a le soir, dans l'île, c'est bien de prendre quelque chose, on va dire. Quelque chose tani c'est une détox ou une tisane, c'est bien pour qu'il y ait bien, il y ait bien, il y ait tout. En même temps, il est géré bien. أكيد. يلا نستقبل مكالمة هاتفية ومن بعد نروح لبعض المكونات المستخدمة واللي أكيد راح تأثر على صحة الناس اللي يعانيوا من أمراض مزمنة. صباح الخير. صباح الخير أخت فريال. نعم رانا في الاستماع. صباح الخير. صباح الخير أخت فريال نهارك مبروك. نحييك ونحيي الطاقم اللي راه معك. ارفعي فقط صوتك ما راناش نسمعوك مليح. صباح الخير أخت فريال. صباح الخير مرحبا بك معنا. نحييك ونحيي الطبيبة الله يمعك ونقولها صباح الخير وبارك الله وفيك والله يجعلها في ميزان الحسنات. شكرا ربي يطول في عمرك ربي يعيشك عندك سؤال في الموضوع ام فاطمه معاكم مستغانين الموضوع عجبني وبغيت نسقسي الطبيبه ونقول لها باللي انا نستخدم عصير الليمون خطرتين في السيمانه نديرها بالاثنين ونديرها بالخميس عصير ليمون عصير ليمون وديفو ندير فيه نعناع اخضر ديفو ندير زنجبيل ديفو ندير عسل ديفو ندير مشروب تاع التمر بالحليب يا هل ترى مليح لصحتي ولا لا خاطش ديفو يقولوا لي ما تكثريش من الليمون والسؤال الثاني فيما يخص مشروب تيزانا ديفو كي نكون اعصابي نعرف بلي راسي راه ضرني ولا يوميا الاولاد ندلهم بصح انا نشربه بزاف نشرب مشروب بابونج مشروب زرعه البسباس هادو يوميا عندي يا هل ترى مليح لصحتي ولا لا وبارك الله فيكم شحال تشربه في السمانه يوميا تيزانا يوميا يلا قادي معنا يعطيك الصحه على هذا التفاعل الصباحي سلام ليوسف وراكم في القمه وان شاء الله يا ربي هذه الحرب تاع غزه تكون بارده والسلامه عليهم يا ربي تعيشي اذا الاجابه دكتوره الوغ بون سا دو كيستيون شفت لا لا دوزيام كيستيون راهي تشرب الاولى قالت تشرب لا بوسون ديتوكس اللي فيها الليمون وفيها نعناع وقالت مام دي فوا تزيد حليب وتزيد عسل جو فوا كو سي بيان باسكو اصلا كي تزيد شغل راهي دير ان جو سيترون ولا ان موخيتون اون فادير بطريقه صحيه باسكو راهي تستعمل يا فاد سوسي راهي تستعمل سكريات صحيه فوالا باسكو كي تزيد الحليب راهي تستعمل السكر تاع الفريكتوز اون ميم طون كي تزيد العسل راهي تبدل شغل بديل السكر الصحي اللي هو العسل دونك جو فوا كو سي بيان واش راهي دير كونتخيغ شغل تشرب ان جو سيترون مي صحي اون ميم طون فوالا صالويات لازم برك تعرف الوقت اللي تشربوا فيه اكيد نقطه اخرى فيما يخص المكونات ربما المكونات اللي عطاتهم لنا المتصله مفيده لكن نشوفوا احيانا الزنجبيل ما ياثرش على اصحاب الامراض المزمنه اذا ما شربوش يعني يوميا كاين بزاف ناس يزيدوا مكونات ربما بطريقه غير مدروسه يزيدوا يخلطوها ما بيناتهم ليس كذلك اذا ما خدينا ايضا بعين الاعتبار المكسرات
كاين اللي خلطوا كامل المكسرات، وعلى بالنا انه الكميه تاع المكسرات اللي يتناولها الشخص يوميا يعني لازم تكون مدروسه لانها غنيه بالدهون. وي دونك جوستومون على هذه اللي قدرت نقول لك باللي دي فوا لا ديتوكس ما تكونش افيكاس على طول الموند. يونا دي بيرسون اللي عندهم ديجا دي مالادي، يونا دي بيرسون اللي ما يعرفوش يستعملوها. كما كنت نقول لك دوكا كل ديتوكس وقتها باين، كما ابخي تمرين ياخذوا ديتوكس تاع خضر وفواكه، في الليل ياخذوا لاتيزان تاع الاعشاب، صباح ياخذوا القارص مع الـ مع الـ مع دولو. تما لازم يعرفوا وقتاش ياخذوهم، وسورتو يفو واحد يغيسبكت زعما كي دار العسل اون سي كو العسل صحي، ولا دار الجوز ولا مكسرات اون سي كو صحيين دهون صحيه، بصح يفو ليميتي كوميم. واحد لازم ياكل ويستعمل هذه المكونات على حسب لاكوربيلونس تاعو، باسكو لو كان يزيد فوق اللازم يحط روح الفايده هذيك، كونترير راح يضر روحه. صحيح اذا ما خدينا ربما بعض المشروبات تولي سموت يعني حقيقه، لكن بالك اللي يزيدوا الحليب والمكسرات والعسل في خلطه واحده يعني كامل راهم تقال، اليس كذلك؟ وي هكا سوني بلو اون ديتوكس. اذا كان الشخص يعاني من الكوليسترول ولا حتى من داء السكري اكيد راح تاثر الصحه تاعو. فوالا باسكو نون سولمون راهو دار الحليب فيه سكريات، راهو زاد دار العسل فيه سكريات، وبالك ميم يكون دار فواكه فيهم سكريات، تسمى كاين تخوا سورس تاع دي جلوسيد وراهو بزاف. صح كاين اللي يزيدوا له البنان هذا المشروب. وي بصح سوني بلو اون ديتوكس يعني كي تزيدي بنان عسل سي ان سموذي هكا، شغل سي حتروح في سياق اخر. أكيد. يلا لو كان تعطينا بعض وصفات سموتي الطبيعية والصحية بعيدا أو ديتوكس عفوا أقول بعيدا عن الوصفات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي اللي أحيانا ما تكونش صحية بامتياز. وي جينيرالمون اللي نقولها لك يعني في جمله واحده، لي بوسون ديتوكس اللي ما يكونوش صحيين اللي يكونوا فيهم داخلين فيهم مكونات ماشي طبيعيه، باسكو جينيرالمون لي ديتوكس كيما اللي ذكرتهم لك مقبل اللي يكون فيهم جوست اعشاب خضار فواكه دولو نعناع اتسيتيرا زنجبيل تو سا سي كمون اوسي صحي، هذا 100% ماهوش قادر يضر لهم، لازم برك يعرفوا لي كونتيتي والاوقات اللي ياخذوهم فيه اللي قلت عليهم مقبل. بصح كي يبداو يديروا دي بوتيتر دي سكر اجوتي يزيدوا دي تروك لي ميم par exemple la whey protéique elle est pas très très ماشي صحيه مصطنعه مجميع حاجه مصطنعه ما نقدروش نقولوا عليها صحيه 100% بالك مفيده، مي انا هذا واش تنصح لي بيرسون اللي يديروا اون ديتوكس سيو تحافظوا على كاع المكونات يكونوا طبيعيه. عطينا بعض الوصفات. بون كيما كنت نقول ديجا سي بيان دو كيما لو افيك لو سيترون مع النعناع سي بيان، يا اوسي زنجبيل مع الخيار ودولو اوسي، هذا اللي قلت لك سي بيان ياخذوه قبل الوجبات باسكو سي بيان بوغ لا ديجيستيون، قبل الوجبات يعني يوجد الجهاز الهضمي تاعو باش يهضم بيان اوتوماتيكمون، كي يهضم بيان راهو حيساعد في نقصان الوزن انديراكتومون. فوالا يا اوسي تو سكي ليغوم اي فروي نقدروا ندخلوا فيه قارص، ندخلوا فيه تشينا اوسي، يا الخيار باسكو فيه الماء غني بالالياف، لا بيتراف ثاني سي بيان، والسلق هادو كاع سي بيان دو لي فار انصومبل. اي بوغ لو سوار جو كونساي با هذا التخلاط كامل لو سوار يفون ميو يديروا اون ديتوكس غير بالاعشاب سورت دو تيزان. فوالا هذا كله مع نظام غذائي متوازن يعني ما نستناوش على القسط الكافي من البروتين والالياف والالياف والسكريات. فوالا نظام ديتوكس نتعدوا عليه كليا. نعم نظام الديتوكس نظام اللي يعتمد على الديتوكس فقط. اللي يعتمد على الديتوكس فقط باردون راهو حيكون يضر في روحه ويضر في صحته باغاليل، راهو هذوك لي كيلو اللي ينقصهم راهو حيعاود يرجعهم، راهو حيدير تغذيه لنفسه سي ديفيسيل دو يعاود يجيري روحه وابخي. اكيد. شكرا جزيلا الشكر لك لمياء بليوز اخصائيه تغذيه كنت ضيفتنا اليوم في الاستوديو، شكرا على كل هذه المعلومات القيمه، يعطيك الصحه، نتمنى لك بدايه يوم موفقه ان شاء الله. شكرا لك. رحنا لنا اليوم مشاهدينا في فقرة ديكور والتصاميم وديكورات الحمامات المنزلية الرائجة خلال سنة 2024. إذا زكريا الأكيد أنه تصميم وديكور الحمامات المنازل عنده أهمية كبيرة، هل له نفس الأهمية بالنسبة للجزائريين؟ أكيد أنه تصميم الحمامات عنده أهمية كبيرة لأنه الاستخدام ديالو يومي وفيه الكثير من الاشياء اللي ممكن لازم نستثمروا فيها مبالغ ماليه ربما تكون كبيره باش ما تكونش صيانه يعني دائمه. من ناحيه الجزائريين على حسب واش راني يعني يعطوا الاهتمام للتصميم تاع الحمامات؟ اكيد. من ناحيه الزبائن اللي نخدم معاهم انا دائما نوصيهم على
سورتو على لا كويزين وثاني على الحمامات، لانه لازم نهتموا بهم كما قلت، لانه يلا خليك تشرب الماء في اريحيه. مشاهدينا ذكركم فقط بموضوعنا نهار اليوم في الديكور، كاين بزاف جزائريين ايضا يتابعوا فينا، وخلال زكريا تصميمهم للمنزل والتصميم تاع المنزل يحطوا الحمام يعني في الدخله، ولا يحطوه في الطرف كامل، ولا يعني عشوائيا، مع العلم انه بعض الجزائريين والكثير من الجزائريين اللي يتابعوا فينا التصميم الداخلي تاع البيت تاعهم كلا بالكي وحدهم، لا مهندس معماري لا مصمم لا ديزاينر، اليس كذلك؟ اكيد يعني هذا الخطا تاع هذا من الاخطاء اللي يوقعوا فيها. هذا الخطا تاع الحمام يكون مقابل الدخله، لانه علاش الانسان كي ما يكونش محترف يقدر يصمم كامل المساحه تاع المنزل ويخلي الحمام كاخر مساحه باش يحطها، يعني تكون اغيغ بونسي، ونلقاوها في اغلب الاحيان سواء المساحه تاعها ما تكونش مدروسه، يعني اكزاكتومون، يعني يديرها صغيره ومن بعد ما يقدرش يدخل كامل واش يسحق لداخل، او كما قلتي تكون مقابله للدخله تاع الباب، وهذا خطا كبير. مقابله الدخله تاع الباب احيانا تكون مقابله ايضا الباب تاع الكوزينه، اليس كذلك؟ بون لازم نعرفوا حاجه باللي الحمام ولا كويزين سون دي سال اوميد، يعني في زوج يحتاجوا اللي فيهم رطوبه. نعم يعني في زوج يحتاجوا ليفاكياسيون تاع الماء، ويحتاجوا ايضا لاليمونتاسيون اونو، دونك لازم نلحقوا لهم الماء. ففي اغلب الاحيان تكون الحمام ولا كويزين يكونوا قدام بعضهم ولا قرب على بعضهم باش نوفروا في لا تويوتري، ولكن هذا ما يعنيش انه نحطوهم متقابلين، باسكو ساجان جينيرالمون توجور نحبوا الدخله تاع الحمام تكون وحدها ولا في اخر الرواق. صحيح، نشوف يعني بعض المطاعم، البعض من المطاعم يخصوا لها يعني الدخله تكون بعيده، لكن في المنازل للاسف احيانا تكون ايضا مقابله غرفه الجلوس ولا غرفه الضيوف. واش رايك انت في هذه النقطه؟ شوفي لازم نعرفوا باللي في تصميم المنازل نقطة مهمة. يلا في تصميم المنازل وين تكون وين يكون الحمام؟ نقطة مهمة نمروا عليها في تصميم المنازل هي نقسموا ليسباس ديالنا سيغ دو بارتي، بارتي جور وبارتي نوي. لا بارتي جور هذيك اللي جونا فيها الضيوف. اكزاكتومون، دونك الضيف اللي من راح يكون عنده اكسي، راح يكون عنده اكسي لغرفة الضيوف بدرجة اولى، بدرجه ثانيه راح يكون عنده اكسي للحمام، دونك الحمام راح يكون ما بين هاد لي دو زيسباس، يعني يكون قريب على لو صالون ديالنا بلا ما الضيف ديالنا يدير لو باركور يجوز على لي شومبر ديالنا بريفي باش يروح للحمام ديالنا. اذا عين في تصميم تصميم واختيار موضع الحمام في البيت الاولويه تكون للضيوف ماشي لخصوصيه الاهل، يعني ما نوسعش مقابل غرفه النوم، نهضروا على الناس اللي عندهم يعني شقه صغيره، يعني ما عندهمش مساحه كبيره. في الشقق الكبيره في العاده نديروا حمامين او ثلاث حمامات على حسب. نهضروا على اللي عندهم اسباس صغير زكريا، معظم الجزائريين اللي عندهم اسباس صغير كما قلت، يعني الحمام يكون على مقربه من لا كويزين اي لو صالون، ويكون في اغلب الاحيان لو كان يرماركيو الناس لي باتيمون اللي خادمينهم دي زارشيتك، نلقاو توجور الحمام ودورة المياه نلقاوهم ما بين لا كويزين ولو صالون اي لي شومبر من جهه اخرى. باش نحافظوا على خصوصية غرف النوم. اكزاكتومون سي سا. أكيد. نروحوا لنقطة أخرى يلا تطرقت ليها، الناس اللي عندهم ليتساح في الدار راهي بارك وما شاء الله وربي يزيد لهم ليتساح، أنت تنصح باستخدام يعني دورتين للمياه؟ اكيد. علاش؟ دو سال دو بان. لانه دوره المياه ولا لي سال دو بان، لي سال دو بان عندهم استخدامين، كاين استخدام البسيط كما الضيف اللي راح يجي ما راحش ياخذ حمام مائي باغزومبل، ما راحش يستخدم هذه لابيس اللي رانا نشوفوها في الصوره. وماكسيموم راح يستخدم دوش ايطاليان، دونك الحمام اللي راح يكون مخصص للضيوف اذا درنا حمامين راح يكون حمام صغير بالمقارنه مع الحمام الكبير اللي حيستخدموه دون فاسون بريفاتيف في الشقه هذيك.
أكيد. يلا هنروح مباشرة لتصاميم الرائجة لموسم 2023-2024. الأكيد أنه تدريجيا الجزائريين بدأوا يهتموا بديكور الحمامات ودور المياه. نبدأ تدريجيا قبل ما نروح للصور، وشنو هي الألوان اللي راهي رائجة؟ ما زلنا في الأسود والأبيض ولا رحنا يعني اتجهنا تدريجيا للألوان الترابية؟ حاليا كما هضرنا في العدد السابق وين كنت هنا معكم، قلنا باللي رانا نروحوا فيغ دي كولور اللي تكون شويه اجراء من لي كولور اللي نظريا نخدموا بهم. ولكن مازال في الحمامات الجزائريه في كامل التصاميم نستخدموا دي كولور نوتر. علاش؟ باش المستخدم تاع هذه المساحه يحس روحه بلوز اليز. بيرسونيلمون ما نستخدمش الابيض والاسود بزاف، ولا الابيض والاخضر والبنفسجي والازرق. عاده الجزائريين يحبوا الزرق في غرف الحمام. هي شوفي من اكبر الاخطاء اللي نشوفها هي يستخدموا بزاف الازرق ويستخدموا دي ديسان كما نقولوا دي ديسان ولا دي مزهريه ولا اكزاكتومون. هاد لي موتيف اللي يستخدموهم رايحين يديموداو مع الوقت فريمون بالخف. في 6 شهور عام عامين راح يديموداو وربط البيت حتكره منهم اليس كذلك؟ اكزاكتومون سي سا. دونك نروحوا فيغ حاجه اللي تكون نوتر وتبقى لنا مع الوقت. اكيد. وعندما نختاروا ربما كم الجزائريين اللي يتابعوا فينا المشاهدين بالك يحبوا لافايونس في الحمام، عندما نختاروها نختاروا لون واحد ولا نقدروا نروحوا لونين فما اكثر؟ بون في اغلب الصور اللي نشوفوها كيما هاد يلا نعلقوا عليها نتابعوا هاد الصوره اللي قبل هذه راهي فيها لون واحد موحد في كامل انحاء الغرفه، لكن لون واحد وين عندنا لا كوفات راح يكون فيها لون مختلف باش نماركيو لا كوفات ديالنا. دونك نقدروا نستخدموا لون واحد اللي يكون حيادي ولون واحد اللي يكون اجراء منه ولا يكون فيه دي موتيف باش نكريو اون كونتراست ونماركيو ليسباس ديالنا بيان. يلا هنحبسوا مباشره في هذه الصوره فقط لو كان ثبتها لنا هاجر يترافقنا اليوم. يلا هذه نبداو بها هذه الصوره رانا نشوفوا يعني ديزاين مدروس يعني مختلف تماما عن المرحلة اكرمكم الله اللي ربما حددنا فيه ولا عليه في المنازل. رانا نشوفوا حتى المرآه واللاد والمزهريه وما الى ذلك. تعطينا تفاصيل هذا الديكور؟ بون حاجة مهمة اللي راهي في هذه الصورة هي الإضاءة. جينيرالمون الجزائريين كي يلحق لا سال دو بان ديالو واش يقول لك؟ بما أنه سال دو بان صغيرة ندير لها مصدر إضاءة واحد يحطه في السونتر إي سي بون. واش راني ريماركيو هنا في الصورة هذه باللي عندنا ثلاثة مصادر تاع إضاءة. عندنا المصدر الأساسي اللي راهو يجي من الفوق، عندنا لا لوميير سيسبوندو هذيك راهي من الفوق اللي ضوي لنا وجهنا وضوي لنا واش رانا حاطين قدامنا، وثانيك عندنا لا لوميير اللي راهي مور المرآة. كي نوزعوا الإنارة بهذا الشكل كي نشوفوا في المرآة ما راحش يكون عندنا هذيك الظلمة وفي وجهنا، دونك راح نشوفوا مليح واش رانا نديروا. دونك هذا خطأ كبير من ناحية الإضاءة في الحمامات. يعني فيه خطأ هذا التصميم؟ لا، هذا التصميم صحيح. التصميم الخاطئ راح يكون فيه إضاءة واحدة ووحيدة في مركز. أكيد. رانا نشوفوا أيضا مواد مختلفة. الخشب راهو حاضر في الصورة ليس كذلك؟ نعم. دونك الخشب راح يكون تقريبا دائما حاضر في التصميم تاع الحمامات لأنه يعطينا اون اتموسفير بلو شالوروز واللي نسحقوها في ليسباس هذا. دوك كيما كنت نقول انا ما نحبش نستخدم الالوان الاسود والابيض، نحب نستخدم بوكو بلوس دي كولور يعني الوان ترابيه تكون فاتحه نوعا ما رايحه الالوان طبيعيه. اكيد. يلا نزيدوا نشوفوا صوره لمور هذه الصوره باش هكذا على الاقل نقدموا ربما افكار للمشاهدين والمشاهدات اللي يتابعوا فينا حابين يغيروا الديكور المنزلي تاعهم. هذا ايضا نوع اخر من الديكور راني نشوف فيه لادوش ايطاليان. هل اليوم ما هو رائج؟ هو الاستغناء عن لابينوار هذيك التقليديه اللي نعرفوها في الحمام. دونك هذه نقطه مهمه.
باسكو كما كنا نقولوا باللي في الشقق الجزائريه الاغلبيه منا ما عندناش مساحه باش نديروا حمامين. دونك هذا الحمام اللي رانا نشوفوا فيه هنايا ما فيهش لابينوار. دونك هذا يقدر يكون حمام للضيوف. الحمام الثاني يقدر يكون فيه لابينوار يكون لي ريزيدون تاع الدار باش يستخدموه. علاش نستغناو ولا يقولوا لا بليبار دي زالجيريان يستغناو على البينوار حفظ الماء؟ يعني انا شخصيا نقترح عليهم يستغناو عليه لانه الاستخدام ديالو ما راهوش يومي، ماشي كيما لا دوش ايطاليان اللي راح نستخدموها يوميا. الاستخدام تاع لابينوار راح يكون مره او مرتين في الاسبوع، ربما ما نستخدموهش كامل، دونك ما راحش يكون استغلال ايجابي للاسباس ديالنا. اكيد. والحمام كغيره من الغرف لازم يكون وظيفي بالدرجه الاولى، ونحن نعيش عصر السرعه، ليس كذلك؟ اكيد. يعني هذا راح يكون مواكب لنمط الحياه تاعنا اللي راهو متغير، ليس كذلك؟ نعم اكيد. دونك هذه الطريقه تاع توزيع الحمام راح تكون مناسبه اكثر للروتين اليومي تاعنا حاليا. ايضا نشوفوا باللي كاين دو فايونس في هذه الصوره، ليس كذلك؟ نقدروا نستخدموا نوعين؟ اكيد. دونك نرجعوا للنقطه اللي كنا نحكيوا عليها ولي زيسباس. اكزاكتومون. دونك نعاودوا للنقطه هذه ونحكيوا بلوس على الصوره هذه باسكو فيها جوج نقاط واحد اخرين راني حاب نحكي عليهم. تفضل. النقطه تاع لا فايونس ولا دو تون تاع لا فايونس سي باش نماركيو لي زيسباس ديالنا. دونك رانا نشوفوا باللي عندنا اون كولور نوتر ان بو بارتو في ليسباس ديالنا اللي مام تمشي مع لا بورت تاع الدخله. عندنا وين كاين لا كولون دو دوش ديالنا، عندنا اون فايونس سبيسيال ولا رخام سبيسيال اللي راح يماركي لنا لا كولون دو دوش ديالنا ولا دوش ديالنا. هذه نستخدموها بوكو بلوس في لا كولون دو دوش ولا باش نماركيو لا كيفات ديالنا اذا كانت عندنا كيفات في الحمام. نقطة أخرى حبيت نحكي عليها هي الدخلة تاع لا دوش ايطاليان. كما رانا نشوفوا هنايا ما كاش درجة نوقفوا ولا نجوزوا عليها باش ندخلوا لا دوش ايطاليان. لازم درجة. اكزاكتومون. زكريا لازم هذيك الدرجة. لازم يديروا درجة. شاك فوا نهضر معك اليوم نقول له هذه الدرجة ما نسحقوهاش، يقول لي باسكو الماء يخرج. هو الماء شغل كي نكونوا في الدوش الماء راح يطيح. دونك سي با فريمون اوتيل باش نديرو هذيك الدرجه. دونك بها ولا بلا بها سا فا غيان شونجي، سا فا جوست اونكومبري ليسباس ديالنا. نقدروا نميلوا برك هذاك المكان. اكزاكتومون. دونك الحرفي راح يستلم ان بلون اسمه لو بلون دو كالبيناج ولا بلون توزيع الارضيه باش يخدم هذيك لابونت ولا الميلان تاع الماء باش يروح في الاتجاه المرغوب. اكيد انت اكيد عندك الكثير من الورشات، يعني هنايا تنصح المشاهدين انهم يستخدموا هذا النوع من الحمامات ولي دوش ايطاليان كما رانا نشوفوا فيهم في الصوره. اكيد. انصح توفر المكان في اكيد راح توفر المكان، يعني حمام كيما هذا راح يكون يكون مناسب في حيكون راح يكون وظيفي وراح ما راحش يدي بزاف مساحه، يعني 3 امتار ونصف مربع الى 4 امتار راح تكفي باش نديروا هذا لاميناجمون. زجاجه هذيك لازم كل يوم تتغسل، هذيك لازم توقفوا عليها كامل. لي برودوي لازم يكونوا متوفرين. يلا نشوفوا صوره اخرى اخترناها اليوم للمشاهدين قبل ما نروحوا نشوفوا الفيديو تاع زكريا على مواقع التواصل الاجتماعي. نتبعوا اذا فقط هذا فيما يخص حوض الماء، هذا النوع تاع حوض الماء اكيد حبيت نحكي عليه دوكا يرجع عليه المخرج. فوالا. دونك هذا النوع يتخدم سواء دونك هذا يتخدم دون فاسو. متوفرين كامل في الجزائر زكريا؟ نعم هذا متوفر وجبت صوره من بعد نقدروا نشوفوها. جبتها باش يشوفها المشاهد، يعني صوره حقيقيه صح اكزيست. نعم. دونك خديتها انا هذيك الصوره باش يشوفها المشاهد. دونك هذا لو جونر تاع لي فاسك يتخدموا اون سوا اون كوريون ولا اون بورسلان، يتخدموا على ما اي سكي ارتستيك فيهم سي كو ما نقدروش نشوفوا لو كانيفو دونك الماء لو كانترو ماركي، ما راناش نشوفوا كيفاش راهو يخرج من المساحه تاع مغسل اليدين. فوالا. دونك هذا النوع راهو فريمون طوندونس رائج وراح يدخل اكثر وراح يكون الاستخدام ديالو اكثر. اكيد. يلا نزيدو نشوفوا صوره اخرى. فقط ما يخص لي ماتيريو اللي نستعملوهم لازم يكونوا من نوعيه جيده فيما يخص الحمام. اكيد انه المقاومين ربما للرطوبه النوعيه راح تلعب دور.
كي نكون ندرس في المشروع مع ان كليون اكيد انه حنلحقوا النقطه لو بيدجي ديالو ولا الميزانيه ديالو. حنحط له خط احمر في لاكويزين ونحط له خط احمر في الحمام ونقول له ما لازمش تنقص في لاكاليتي دي ماتيريو في هاد لي دو زيسباس. ممكن نقصوا في حاجه واحده اخرى في لي شومبر، ممكن في لابينتور، ممكن في معدات الاضاءه ولا، ولكن في المعدات اللي نستخدموهم في الحمامات المستحسن نستخدموا افضل نوعيه ولا النوعيه اللي ينصحنا بها المهندس المعماري ولا المصمم الداخلي. يلا نروحوا لهذا التصميم الجميل جدا حقيقه. نشوفوا المساحه تاع هذا الحمام كبيره نوعا ما، هل انت مع تخصيص مساحه كبيره للحمام ولا العكس، الحمام ما راحش تقعدوا فيه وقت بزاف ولهذا نقدروا نحصلوا مساحه صغيره وحتى لونتروتيان تاعو زكريا يكون اسهل، اليس كذلك؟ بون انا شخصيا نحب الحمامات الكبيره لانه البدايه تاع اليوم راح يكون فيها، وايضا ممكن نهايه اليوم راح تكون فيها، ولكن هذا لا يعني انه ما نقدروش نخدموا تصميم كيما هذا اللي راح يمد لنا فونكسيوناليتي في اسباس صغيره. لونتروتيان يقدر يكون عائق، لكن ما راحش يكون عائق كبير على صاحب المنزل. أكيد علقنا على هذه الصورة، نشوف أيضا مواد مختلفة، ألوان مختلفة، أيضا داكنة يعني دافئة، خلينا نقولوا ماشي داكنة، حتى نشوف ديك الزربية الله الله في القاعة، يعني الديكور متكامل جدا. يعني هنا فريمون المصمم تاع هذا الحمام ما راحش بزاف لي كومبليكاسيون، دونك خلى كلش سامبل كيما رانا نشوفوا. دونك فيكو راهو سامبل راهو يبان لنا واسع اكثر من ممكن ما راهو واسع. هذه حاجه مهمه في التصميم تاع هذا الحمام. حاجه اخرى رانا نشوفوا نوع اخر تاع لي فاسك، ممكن هاد لي فاسك ينتريسي لا بلوبار تاع لي جون، وين عندنا ان موبل دو رونجمون لتحت، اي بي عندنا فاسك ابوزي فوق هذاك الموبل. يعني الحوض المائي يجي بارز يعني ما يجيش يجي بارز داخل. يجي محطوط يعني يمد احساس بالجماليه، ايضا جماليه واحساس بالليك ليسباس اللي ارتيزانال فيها لا ما راهوش اندستريالي، يعني ماهوش مبني ولا مخدوم في مصنع، راه يعني مخدوم باتقان. يلا نشوفوا بقيه الصور. نقطه مهمه ما تحدثناش عليها زكريا في انتظار جاهزيه الصوره لمرهدي، الطاقه في غرفة في الحمام. الجزائريين يواسوها صغيرة بزاف، لكن إذا ما شفنا ربما بعض البنايات القديمة في الجزائر نشوفوا أنه نفس النافذة المستخدمة في غرف النوم ولا غرفة الجلوس نفسها مستخدمة في الحمام، ليس كذلك؟ الطاقة عادية تتحل تستغلق، دوكا نشوفهم يواسوهم من الفوق برك. أنت واش رأيك؟ بون هي عندنا كل مساحة في المنزل والاحتياجات ديالها. في الغرف عندنا الاحتياج تاع لا لوميير دونك الاضاءه، عندنا التهويه، وعندنا تانيك لا فيزيبيليتي دونك نفتحوا باش نشوفوا. هاد الاحتياجات ما عندناش بوكو بلوس في الحمامات، دونك عندنا غير التهويه، دونك سي بور سا رانا نديروها صغيره باش نوفروا في البيدجي تاع البنايه. ممكن الزبون اكيد انه يقدر يديرها كبيره في بعض الحالات، اكيد عن دراسه ماشي يديرها وحده باش تمد طابع جمالي ممكن في الاسباس ديالو. اكيد نشوفوا ايضا هاد الصوره ونشوفوا الخشب يعني حاضر بقوه في دوره المياه. اكيد كما قلت انه الخشب راح يقعد توجور اهو ترند هذا الموسم لزيفي هذوما تاع الخشب. الخشب راح يقعد توجور يستخدم في الحمامات. اذا قلنا راح يكون ترند، هو يعني راح يكون دائما مستخدم، يعني دائما كما نقولوا راح يكون ترند ونستخدموه بطرق مختلفه مع مواد اخرى. يعني نقدروا نشوفوه في الارضيه ولا نقدروا نشوفوه في الموبل تاع الحمام، ولكن هنا نقدروا نشوفوه في الخلفيه تاع المراه. لكن لابياج اون بوا هذاك راه شفناه عاد تقريبا في كل الصور، ليس كذلك؟ يلا نشوفوا بقيه صور، نروحوا للصور الحقيقيه اللي جابهم لنا اليوم زكريا. اذا في انتظار جاهزيه الصور تاع زكريا، فقط بعض الاخطاء اللي وقعوا فيها العائلات الجزائريه خلال تصميمهم
للحمام وشنو هي ابرز الاخطاء؟ ابرز الاخطاء اللي حكينا عليهم كيما لومبلاسمون تاع لا سال دو بان. الحاجه الثانيه هي البروبليم تاع الاضاءه اللي حكينا عليه، يعني الاضاءه لازم تكون موزعه بطريقه مليحه. الناس اللي راهم يشوفوا فينا يمكن راهم في مرحله البناء، يقول لهم العامل داخل المنزل يقول لهم ندير لكم البلافون اون بي في سي، يجي بلاستيفي، وهذا خطا. لانه علاش؟ راح يبين بلي لاكاليتي تاع ليسباس ديالنا بزاف ناقصه، دونك عندنا حلول اخرى باش ما نديروش لو بلاستيك ولا ليفي بلاستيفي في البلافون ديالنا. دونك نقدروا نستخدموا بانتور عاديه تبان جميله وفي نفس الوقت تكون مضاده للماء. اكيد. اذا هذا الحوض المياه تنصح به ايضا متوفر في الجزائر؟ هذا حوض المياه، هذا اكزاكتومون راهو مخدوم هنا في الجزائر. انا التقط الصوره هذه، اذا تقدروا تشوفوا من الخلفيه، هذه هي الطريقه اللي في الجزائر نعرضوا بها السلع تاع هاد المنتجات. دونك هاد لو برودوي مازالو جديد، ممكن منا على اسبوع راح يلونسيه صاحب الورشه. ممكن المشاهدين اذا حبوا يستفسروا ولا حبوا تكون عندهم معلومات اكثر على هاد لي برودوي يقدروا يتبعوا الصفحه تاعي وين كيخرج هاد لو برودوي راح نحكي عليه. دوك نشوفوا ايضا الفيديو تاعك على مواقع التواصل الاجتماعي. مهندس معماري، لكن ما شاء الله تقدم عديد المعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي. ما ننساوش ايضا ميليسا طيان اللي كانت ضيفتنا في البرنامج، نتمنوا لها ان شاء الله عوده قريبه للبرنامج. للاسف استغنات علينا وعلى المشاهدين. اذا ايضا تقدم محتوى جميل ورائع وتقدم توجيهات يعني للمهندسين وحتى لعامه الناس اللي يحبوا ربما يبدا أشغال إعادة التهيئة في البيت. يلا نشوف ونروح نشوفوا المحتوى تاعك أيضا. فيديو حضرناها اليوم لزكريا، نشوفوه بعيدا عن الأستوديو ثم نعود. يلا نتابع. مظلام وما عرفتوش ديروا له الديكور، تبعوا معايا راح نعطي لكم ربعه لي زاسوس اللي يعاونوكم باش ديروا الديكور للكولوار تاعكم. الحاجه الاولى، كيكون عندنا كولوار طويل نمدوا الديكور ولا لون مغاير للحيط اللي يكون في الفون تاع الكولوار تاعنا. هاد لا ديكوراسيون تقدر تكون مجموعه تاع لي كادر ولا ايطاجير دو رونجمون او مجرد لون ولا تكستشر مختلفه. حاجه ثانيه اللي نقدروا نديروها هي نديروا اون بتيت سيباراسيون في الكولوار تاعنا باش نقسموه اون دو، وكنتيجه ما نولوش نحسوه طويل بزاف. الحاجه الثالثه هي الاستخدام تاع الاناره المعلقه اللي راح تنقل الانتباه تاعنا من لا بروفوندور تاع الكولوار لاوتر تاع الكولوار. الحاجه الرابعه والاخيره، اذا كان عندنا كوان في الكولوار تاعنا اللي تدخلوا اضاءه طبيعيه، نقدروا نديروا مرآه اللي تقابل المصدر هذا باش تعكس لنا الاناره الطبيعيه داخل الكولوار تاعنا توت لا جورني. في لاباج تاعي في انستغرام راح تلقى بزاف لي زاسوس اللي يعاونكم في الديزاين والديكور. اذا زكريا، كيفاش خممت انك تلجأ لمواقع التواصل الاجتماعي؟ بون، كيما كامل نعرفوا انه رانا نتجهوا نحو المحتوى الرقمي وما الى ذلك. المحتوى الرقمي، يعني شفت باللي الحضور على مواقع التواصل راح يكون مهم من جهه نحو نشر المعلومات اللي راح ممكن تفيد المجتمع ونشارك الاخطاء اللي راني نشوف فيها تتعاود باش العديد من الناس رايحين يسلكوا ولا يتجنبوا هذيك الاخطاء، وثانيك باش اكيد الناس تشوف الخدمات تقدم اللي افكار ايضا المهندس. نعم، تقدم افكار ايضا في الديكور، وايضا ربما تركز على بعض الاخطاء اللي وقعوا فيها ايضا المهندسين والمصممين، اليس كذلك؟ اكيد. دونك كاين لو كان نمشيو لي شونتيي في الجزائر راح نلاحظوا العديد من الاخطاء اللي ممكن نتجنبوها، وراح نتجنبوا ممكن مام نصرفوا الاموال زياده، ممكن نتجنبوها جوست بفعل صغير ولا بون ديسيزيون صغيره اللي نديوها. شكرا جزيل الشكر لك على تلبيه هذه الدعوه الصباحيه وحضورك لبرنامج الشروق مورنينغ. اسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام الزلفلاون، مرحبا بكم معنا في هذا العدد الجديد من ضيف المورنينغ. للاسف ضيفنا لنهار اليوم غاب عن البلاطو بسبب لنفس الاسباب اللي دوما نتحدثوا لها، ولكن متواجد معنا عبر الهاتف السيد مصطفى حداوي رئيس مجلس الاعلى للشباب. صباح الخير. صباح النور سي بلال لك وللساده المشاهدين الذين يتابعونا على هذه القناه العزيزه قناه الشروق وفي هذا البرنامج العزيز شروق مونيك. سيد الرئيس، كنا ننتظرك في البلاطو ولكن راك معنا عبر الهاتف. شاءت الاقدار يا سي بلال ان نكون اليوم غايبين لاسباب خاصه، ولكن
مصرين أن يكونوا حاضرين معك ولو لوقت وجيز. يعني نعم كان لقاء احترام لك طبعا واحترام لهذه القناة الكريمة والجمهور الطيب المبارك. احترام متبادل سيد رئيس. إذا كان لك لقاء كان لك لقاء مع سيد رئيس الجمهورية منذ يومين. إذا كان ممكن أعطينا تفاصيل هذا اللقاء، الفحوى منه والهدف منه وكذلك ما دار بينكما. أولا بعد بسم الله الرحمن الرحيم، نحن نلاحظ في الجزائر اليوم ذلك النهج الجديد في تعامل قيادة البلاد مع مختلف المكونات السياسية ومختلف مؤسسات الدولة الجزائرية. وسيد رئيس الجمهورية وضمن التزامه بفتح أبواب التشاور والحوار والتكفل بانشغالات جميع شرائح المواطنين من بينهم الشباب كمكون أساسي يدعمه دائما يسانده دائما يعول عليه دائما منذ كان مترشحا وإلى غاية اليوم. ماهوش اللقاء الأول، ولكن هي عدة لقاءات دورية التي تجمعنا بالسيد رئيس الجمهورية في إطار متابعة مسار هذه المؤسسة التي تم استحداثها ضمن دستور 2020 وتم إنشاؤها بموجب المرسوم 2021، واللي الحمد لله تعالى نهار اليوم تحاول أن تصنع لها مكانا في الساحة الوطنية وأن ترافع باسم شباب الجزائر عن آلامه عن طموحاته. سيد رئيس الجمهورية حريص على سلامة هذا المسار من خلال الالتقاء به شخصيا، وقبلها كان مع المكتب كذلك مع مكتب المجلس، وهذه اللقاءات الدورية التي تطلعه على مدى تقدم جملة الأشغال المبرمجة في المجلس الأعلى للشباب، وكذلك على مدى تجاوب مختلف السلطات ومختلف يعني الهيئات العمومية التي تتعاون معنا للتكفل بانشغالات الشباب. يعلم الجميع بأنه المجلس بوفق ما يعني مهمته المنصوص عليها في مرسوم إنشائه يقوم بإعداد مجموعة مقترحات، مجموعة آراء، مجموعة توصيات يرفعها للسيد رئيس الجمهورية في القضايا التي تخص الشباب. وهنا كنا قد شرعنا مع بداية عهدة المكتب الأول هذا وفي دراسة ربما العديد من المقترحات، العديد من الوضعيات الخاصة بشبابنا سواء في مجال المخدرات، في مجال التشغيل، في مجال البطالة، في مجال جودة التعليم إلى آخره إلى آخره. وهذه الدراسات اللي رايق على تمشي سيد رئيس الجمهورية حريص على أنه يتابعها بالإضافة للنشاطات الأخرى التي يقوم بها المجلس. نعم سيد رئيس المجلس، فقط هذا يهمني النقاط هذو ما اللي تكلمت عليهم، أنك رفعت توصيات للسيد رئيس. لا مازال ما رفعناش توصيات، نحن رفع توصيات السي بلال، ولكن في إطار تحضير رفع التوصيات طبعا تتعرف تمر بمراحل، مرحلة الدراسة، مرحلة بلورة التوصية النهائية وثم ترفعها للسيد رئيس الجمهورية. نحن نستعد بحول الله تعالى وقوته لرفع التوصيات، لكن سيد رئيس الجمهورية كما قلت لك حريص على أنه قبل ما نرفع التوصيات يطلع على السيرورة العامة للمجلس وعلى آراء الشباب في مختلف القضايا الوطنية التي نعيشها يوميا. في هذا السياق وش قال لكم سيد رئيس على قضية التوصيات هدول أو على قضية ما تحضر؟ هو سيد رئيس ملتزم تماما والحمد لله تعالى وحريص تماما على التكفل بالانشغالات التي يتم رصدها. مثلا الانشغال ما هيش مشاكل، لأنه نحن نرفع مجموعة من الآراء والتوصيات في شكل مقترحات كذلك لكثير من الصعوبات التي تواجه الشباب في الحياة العامة، ونشتغل في نفس الوقت على محاور أخرى اللي تتعلق بتنمية الروح الوطنية والمواطنة وكذا وتنظيم صفوف الشباب إلى آخره إلى آخره إلى آخره. ففي جانب التكفل بالانشغالات أبواب مفتوحة من طرف السيد رئيس الجمهورية، فقط يتم دراسة الموضوع قابليته للتجسيد أولويته الإمكانيات المتوفرة باش نقدروا نجسدوا هذا الفكرة أو تلك الفكرة المرحلة تسمح ونمضي إلى هذا الموضوع. لذلك احنا في إعداد هذه التوصيات نقوم بالتنسيق مع مختلف الوزارات، مختلف القطاعات، مختلف الهيئات ذات الصلة وذات التقاطع معنا في هذه المواضيع. نعم السيد مصطفى حداوي، أنا يهمني نعرف هل هناك إرادة سياسية حقة وعندها، فقط خليني نكمل سؤالي إرادة سياسية حقة محاطة بحماية رئاسية لحل كل الانشغالات والمشاكل اللي تخبط فيها الشباب الجزائري؟
بلال انا كنت نزلت عندك في البلاطو اول واحد بعد ما تنصبت في المجلس الاعلى للشباب. نعم وهذا كنت شرفت لعلك تذكر الكلمه اللي قلتها لك في البلاطو عندك في الشروق وتحت اشراف السيده دليله اللي نذكرها بخير في هذه الصبيحه. كنت قلت لك شعرت في لحظه التنصيب بانه هنالك اراده سياسيه صادقه تجاه شباب الجزائر. اليوم انا نعايش هذه الاراده الصادقه وفيه تفاعل كبير وصادق وعفوي من طرف السيد رئيس الجمهوريه مع كافه الاقتراحات وكافه الاراء وكافه المبادرات التي نقدمها كهيئه. نعم. صحيح باش تتكفل بكل الانشغالات وكذا هذا موضوع يحتاج الى تنظيم وترتيب ويحتاج الى عمل كبير. وحنا في المجلس ماشي نتوقفوا الليل مع النهار باش نحاولوا نكونوا في مستوى طموح الإرادة السياسية وفي مستوى طموح شبابنا الجزائري الذي يستهل كل خير والذي يستبشر كل خير من هذه الإرادة السياسية المنفتحة عليه إلى هذه الدرجة. فلذلك نأكدها للمرة ربما الألف بأنه الإرادة السياسية في الجزائر أنا دائما ألمس بكل صدق وبكل عفوية نقولها فيه إرادة للتغنغم والتجاوب مع مطالب ومع انشغالات الشباب بكل جدية. ولكن أنا من وجهة نظري الشباب الواعي هو الذي يبلور أفكاره تكون بشكل منهجي بشكل مدروس وبشكل كذلك يحترم الأولويات اللي مطروحة عندنا في نعم. ما سجلناش من أنه تواصلنا مع السيد رئيس الجمهورية وما استجابش ربما لكثير من الانشغالات اللي نرفعها أو نطرحها. نعم سيد رئيس المجلس فقط حتى نخليك تروح الانشغالات. أنتم بصدد تحضير المؤتمر هام وهام جدا وهو ربط الشباب بالسياسة ودخول الشباب للسياسة. أنتم ربما هذه سابقة لأنه لماذا أقول سابقة في ظل تغول الديناصورات على السياسة في الجزائر في الأحزاب السياسية وكذلك الذين منعوا الشباب من الولوج إلى هذا الميدان سواء ب تكريه هذا المجال أو حتى بالضغط لعدم دخولهم وبقائهم هم فقط هؤلاء الديناصورات على الواجهة السياسية في الجزائر والأحزاب السياسية. هل هناك كذلك توصية وإرادة وأقول وركز على كلمة حماية رئاسية من أجل أن يدخل الشباب المجال السياسي؟ أخي بلال تتعرف بأنه واحدة من المنجزات التي أنجزت خلال السنوات الأخيرة وهو اتخاذ إجراءات عملية لإشراك الشباب في الحياة السياسية. ربما يخليني نتكلم لك على واحدة منها باش ما نطولوش اللي هو تعديل قانون الانتخابات الذي اشترط مجموعة من الاشتراطات تخول الشباب يكون حاضر بقوة في القوائم الانتخابية ومتاح له أن يروج نفسه ويقدم نفسه كمشارك وكعنصر من عناصر التغيير في المجال السياسي وذلك من خلال القائمة المفتوحة وغيرها من الإجراءات ودعم الشباب من خلال منحة التي كانت تمنح للشباب حتى يقدر أنه يدير الحملة الانتخابية إلى آخره إلى آخره. هذه الإجراءات العملية اللي اتخذتها السلطات العمومية والإرادة السياسية في البلاد كانت مقاومة سيد مكنت سيبري كانت مقاومة ولكن الحمد لله الآن راهي واقع. نعطيك مثال برك إحصائية واحدة يا سي بلال. شوف في سنة في العهدة الماضية 2017-2021 ولا 20 كان عدد الشباب الموجودين في البرلمان نسبة الشباب الموجودين في البرلمان هي 11% الأقل من 40 سنة. اليوم رانا في 32% طبعا من شحال معولين ترفعوها؟ نعم شحال معولين ترفعوها؟ هذا ما سيقرره الشباب شحال كم يجب رفعها وذلك بدعوة الشباب للانخراط في الحياة السياسية. لذلك احنا في المجلس الأعلى للشباب وهذا الانشغال اللي يوصل من الشباب خصوصا من منتدى شباب الجزائر اللي كان عنوانه التمكين السياسي للشباب والتمكين الاقتصادي واللي كان ركز على ضرورة دراسة العقبات اللي تواجه الشباب المشارك اليوم وكيفية تحسين وجود شباب في مختلف المجالس المنتخبة نعم عددا وأداء حتى باش نكونوا موضوعيين وباش نكونوا خليني نقول منهجيين عددا وأداء لأنه ليس العدد فقط هو المهم هنايا ولكن كذلك الأداء الذي يجب أن يقدمه الشباب في هذه المجالس المنتخبة والقيمة المضافة التي يجب أن يقدمها. هذه الإشكالية اللي خرجت منتدى شباب الجزائر
صممنا لها فعالية فريدة من نوعها، جديدة جريئة في نفس الوقت، اللي هي القمة الوطنية شباب والمشاركة السياسية. نعم. من العنوان يبدو لك سيبيلان، وانت على بالي أسئلتك دائما محرجة وتدخل في الزنايق الضيقين هذوك، لكن من العنوان تلاحظ بأنه تم استعارة لفظة القمة من الاستعمال الدبلوماسي، واللي عنده شكله قمة تعقد على مستوى صناع القرار وكذا إقليميا أو دوليا لاتخاذ قرارات مهمة إلى آخره إلى آخره. نعم. إلى آخره. أتمنى وطنية. نعم نعم. فقط سيد مصطفى حداوي رئيس المجلس الأعلى للشباب، حتى نخليك تحضر تكمل الاجتماع ديالك وأنت بصدد الاجتماع أو التحضير للمؤتمر. هذا مؤتمر قنبلة، أنا أقول قنبلة على الأقل تفكيري، لأنه لا إن شاء الله نتمنى فقط أن نخلوكم تخدموا بحول الله تعالى، لأنه الديناصورات في السياسة في الجزائر يعني تغولوا بشكل. نتمنى يخلوكم تخدموا، يخليوا هاد الشباب يطلعوا إن شاء الله إن شاء الله يخلوكم تخدموا. هذا ما أتمنى إن شاء الله يا داوي. أتمنى لهذا ركزت على الحماية الرئاسية والحماية السلطة للمجلس الأعلى للشباب، وهو تابع لرئاسة الجمهورية أكيد، ولكن الأفكار ديالو ربما المنهج اللي راهو ساير فيه على الأقل يخلوكم تخدموا ما يكسروكمش إن شاء الله. شكرا لك سيد مصطفى. بارك الله فيك سيدي بلال، وتحياتي لكل الزملاء اللي معاك والسادة المشاهدين. شكرا لك. إذا المشاهدين الكرام، كان معنا سيد مصطفى حداوي رئيس المجلس الأعلى للشباب، ألقاكم بداية الأسبوع القادم إن شاء الله بضيفتي صباحك سعيد أسماء، أهلا بك. كامل أهلا بك أسماء. إذا بداية حثينا عن منصة قهوة وبودكاست، وشنو هي قهوة وبودكاست؟ قهوة وبودكاست ديجا في الأول وشنو هو البودكاست؟ كاين بزاف الناس ما يعرفوش. صحيح. البودكاست هو محتوى سمعيك شغل غاديو كيما البوست. وشنو فيه؟ برامج مستقلة كيما أنا ما عنديش واحد نخدم عنده، نخدم ندير البرنامج اللي نحب أنا، نوجدو إعداد وتقديم كلش وحدي. وبدأ ينتشر هذا صافي واحد 10 سنين في العالم بدأ ينتشر، وفي الجزائر صافي قولي من الكوفيد بداو يخرجوا لي بودكاست وأنا واحدة منهم. تدريجيا حتى في دول الخارج يعني انتشر بكثرة، وكبر القنوات لجأت لي البودكاست، لكن يعني في الجزائر مهمش نوعا ما، ليس كذلك؟ عالميا هذا وين بداو الناس يسمعوه فريمون، بداو يستعرفوا به، وفي الجزائر كان بزاف لي بودكاست اللي هايلين ويستحقوا الدعم ويستحقوا تسمعوا، فيهم فايدة بزاف متنوعين. كاين دي بودكاست اللي فيهم حوارات مع فنانين ولا مع مشاهير، وكاين بودكاستات واحد اخرين اللي تعليميه كيما انا عندي منصه تعليميه، وعندي زوج في الحقيقه، عندي قهوه بودكاست اللي نهضر فيه على حاجات اللي يقدروا يفيدونا في العلاقات، علاقات مع فاميلتنا مع روحنا مع كاع الناس اللي نعرفوهم، وعندي بودكاست واحد اخر اسمه زلاميت بودكاست اللي نقري فيه الانجليزيه، خاصه انا في حياتي اليوميه معلمه انجليزيه. جميل. اذا اسماء اكيد انه خلال الاسابيع الماضيه خصصت حيز كبير من البودكاست المقاطعات التجاريه لمختلف العلامات والماركات والشركات متعدده الجنسيات التي هي داعمه للكيان الصهيوني، كيف يمكن لهذه المقاطعه التجاريه ان تكون وسيله الضغط على هذه الانظمه؟ النظام هذا النظام الصهيوني نظام عنصري اللي شفناه ديجا، استعمار باين كما صارت في بزاف البلدان، وهذا النظام الاستعماري وهذا النظام العنصري يستقام بزاف، لازم يخلصوا بزاف لابوليس، لازم يخلصوا بزاف حاجات، ولازم لهم دراهم كبار، وهاد الدراهم يجوهم من جهة من لي بيزنس تاعهم، تسمى كي الشعب العالمي يقطع لهم دراهم يكوبي لهم دراهم ما يزيدوش يجوهم، تولي عليهم صعيبة باش يكملوا في هذا شغل يتحلل وحده. وشفناها ديجا صارت في إفريقيا الجنوبية، كان عندهم نظام هكذاك، السكان الأصليين ما كانش عندهم حقوق من اللي دخلوا عندهم الانجلي والأوروبيين، ولا عندهم نظام وين كانوا مسيبارين. نعم كومبلت. ودوكا نظام أبارتايد، نظام الأبرتايد هذيك هي، كي بداو الشركات الكبرى يجبدوا روحهم من تما، يقول لك ما نقدروش نخدمو في هذا النظام خاطش الناس العالم ولا ما يحبوش يشروا عليهم،
يقول لك هذا شكل دوره اللي نصرفوه على هاد الشركات، جزء منه يروح عندهم، وما كاش واحد يقول لك انا دراهمي وشنو 20 ميل هادي وش حدير، 50 الف هادي وش حدير. ماشي قضيه 20 ميل ولا 50 الف ولا مليون ولا 10 ملايين، قضيه رانا ملايير من العباد ورانا نشرو كل يوم، وهذه حاجه تاع مدى الحياه. سما ينطموا، ولو كان جاو دراهمنا ما يفيدوهمش كان ماهمش يبيعوا لنا، ماهمش يبيعوا لنا باش يديروا فينا بليزير ولا باش يصدقوا علينا، مي يبيعوا لنا باش يدخلوا دراهم. سما دراهمنا زواو. نعم، إذا كنا تابعنا الحملة الترويجية لنيو كوليكشن تاع زارا اللي أحدثت يعني ضجة كبيرة. كان يتساءل الجزائريين شنو هي المواد الغذائية، العلامات والماركات اللي ربما يقدروا يقطعوها في الجزائر. إذا هذا مثال حي على ذلك، أليس كذلك؟ زارا دارت بزاف الحس، ونتمنى ماذا بيا نشوفها تروح من الجزائر. ما نسحقوش دوزانهم، خاطش ما نسحقوهمش. كاين مثال شباب تاع بوما، اذا شفتوه في بريطانيا. نعم، كاين تاني المثال تاع بوما اللي شاف دا الضغط، ما لا حبس الكونترا تاعو مع مع المنتخب الصهيوني. صهيوني. نعم، سؤال اخير ربما، رجاء، كيف ربما ساعدت أو ساعد استخدامك للغة الجزائرية بالعامة في ربما تبسيط هذه المعلومات لمتابعيك الجزائريين وحتى العرب؟ أنا جزائرية نهضر مع الجزائريين، كل واحد مسؤول على الناس. كي نسمعوا حاجة بالجزائرية بلغتنا اللي كيما نهضروا فيها في الدار، نحسوا باللي حاجة قريبة علينا. كي نسمعوها بالانجلي ولا بالفرنسي، نحسوا شغل ما عندناش دور، اللي خاطينا. هي ما خاطيناش، الفلسطينيين راهم خاوتنا وراهي على رقبتنا، مسؤوليتنا، كل دور نمدوه يتحسب علينا. ولغتنا جميلة ولازم نعتز بها. إذا مستقبل البودكاست في الجزائر كيفاش تشوفوا أسماء؟ نشوفوا مستهر دوك دوك يفيقولوا الناس، وراني شرب اللي يسمعه بزاف، خاطش يقدر يملأ بزاف وقت الفراغ اللي ما نكونوا نديروا فيه والو بعقولنا. كيما بزاف ناس يكتبوا لي يقولوا لي نسمعك كي نكون في طوموبيل في السركاله، ولا نسمعك كي نكون ندير نغسل الماء ندير شغل. هذا الوقت اللي وقت ميت ما نديروا به والو، نقدروا نتعلموا فيه بزاف بزاف بزاف، وخاصه كي تكون بلغتنا ولا اي لغه، اي لغه واحد يكون فيها كونفورتابل هذيك هي. أكيد. أتمنى أسماء بن موسى أن تكوني ضيفتنا مجددا في استوديو الشروق مورنينغ للحديث عن نظريات التعلق وضرورة الخروج من مساحة الراحة والأمان. أتمنى لك ليلة هنيئة وسعيدة الساعة 17:00 بكندا. ما جيتيش وحدك اليوم عتيقة، جبتينا يعني تشكيلة متنوعة من الخبز الكامل الصحي بالامتياز، حقيقة راهو يشهي. يلا قبل ما نهضر عليه أكثر، حبينا نتعرفوا على عتيقة الحرفية، وقتاش بديتي وكيفاش بديتي التجربة تاعك مع تحضير الخبز الكامل؟ دونك بدات التجربه بعد المرض تاعي، وكان الطبيب مد لي دي ريزيرفاسيون على المرض تاعي اللي كان لازم نفقد بزاف وزن. كان عندي كنت في بدن سمنه مميته ابسوليوم، هذه هي. والطبيب يقول لي بلي هذا من باب كل الامراض المزمنه، اكسسوا السكر ولا الضغط الدموي، كامل هذوما نقدروا تكون بوابه، هذه السمنه تكون بوابه لكاع هذه الامراض. وبالتالي كان لازم ناخذوا بجديه هذا المرض اللي هو اصلا مرض، باسكو البدانه هذيك المميته كانت مرض. دونك مازلنا في يعني الناس كامل كاين بزاف متتابعين توعي راهم داخلين معايا في هذه المغامره تاع فقدان الوزن. إذا الحاجة لهذا البديل، يعني بديل الخبز الأبيض المتوفر بكثرة في الأسواق، والشعب الجزائري من أكثر الشعوب استهلاكا لهذه المادة للأسف، ما صبتيش السوق، إذا اتجهتي لتحضيره بنفسك. يعطيك الصحة بطبيعة الحال. هذه هي في نهار اللي واش كانت البدايات؟ فوالا، دونك إيفو دير كأنايا قريت، جو سوي انجينيور، قريت وكنت نخدم الله يسلمك، ومن بعد فوالا في كيفالي ندير، وليت اتجهت ندير المنتجات ليا، سادير وليت ندير الأكل الصحي ليا، وما بين لي ريكومونداسيون تاع الطبيب
كان يقول لي لازم باغ اكزومبل الخبز يكون صحي وصحي. واش حب يقول؟ حب يقول ما تاكلوش ما تاكليش تاع القمح هذاك البيض الفرينه البيضاء الفرينه البيضاء ابسوليما ما لازمش تاكلي هذيك الفرينه البيضاء غافيني هذيك بلانش يفالي با اون بليس حنا على بالنا كامل بلي فيها اضافات مواد حافظه وكلش دونك مش مليح للصحه. دونك خديت له الراي وبديت نحوس كيفاش انا مش موجود في السوق هذا النوع تاع الانواع تاع الخبز الصحي. دونك بديت نديروا العمري ونتقاسموا مع ناسي وحبابي شتي في 2019 ناس كاع في ديارهم وناس كاع كنا بيان كي فالي با نتقاسموا كان المرض مي فوالا كنا انت كان عندنا هاد الخاصيه في الشعب الجزائري حبيت قاسم الاشياء مليحه دونك بزاف ناس من المحيط تاعي يحبوا هاد الشيء فوالا هذه هكذا بدات ومن بعد تيك بداو يحبوا هاد المنتجات ومن بعد بدا الطلب عليهم أكيد. كيفاش كانت بداية التجربة؟ مش هكذا نشجع الناس كاين بزاف ناس ربما يحبوا يحضروا حتى هما الخبز الكامل في البيت لكن يقول لك الخميرة ما تجيش فيه جاني ناشف ما جانيش طري ما طلعليش ليس كذلك ربما التجارب الأولى تكون سيئة ولا غير نقول لكم حاجة راني فرحانة باسكو راني حابة نقول أشياء فغيمون يلاه تفضلي ما هذا المنبر اللي حابة يعرفوا فغيمون أشياء اللي هما باغ إكزومبل نشدوا ليكزومبل تاع خبز طري الخبز اللي با أوبليجي يكون طري داكوغ الخبز اللي سي امبورطون يكون بنين نحبوا ناكلوا حاجه بنينه نحبوا يكون ماشي اوبليجي يولي بلون باسكو داك لا كولور بلانش سي لا كولور تاع لا فارين اللي تكون غافيني كيما قلتي غافيني تكون فريمون غافيني تمد هذيك لا كولور بلانش بصح البلوز امبورطون سي باغ اكزومبل كي نديروا خميره طبيعيه نحوا كاع هذوك المنتجات الكيميائيه الخميره الكيميائيه وي الخميره الكيميائيه يقولوا وسورتو ميتنو كي راني نبيع هاد لي برودوي يجوني ناس مرضى اطباء يبعثوهم جوستومون باش باش جوستومون باش يقتنيوا هذا النوع تاع المنتجات كون المنتجات الخبز الابيض يدير مرض وبالتالي يقوصوهم يقولوا لهم فوالا يفو بروندر كو سوا المنتجات بدون جلوتين داكوغ هذوك لا كي تشوفي فيهم هذوك سي دي بيتي بان وي هذاك الخبز الاسود اوسي بدون جلوتين سمحي لي اني نرفضهم ما عنديش تفضلي 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 يا باتوس يلا كيما هذا تقيل شويه تقيل خبز خاص هذا خبز خاص خاص فريمون هذا ما يكونش في المحلات البيع من بوسيبل سي با بوسيبل الوغ هذا خبز تاع البلوط تاع لو غلون اكيد انه مرضى السيلياك يعانيوا كثيرا يعني خاصه انهم يحاولوا انهم يحضروا الخبز في البيت تاعهم بوصفات ربما يجدونها على مواقع التواصل الاجتماعي لكن ما تنجح لهمش كيفاش يقدروا انهم يتحصلوا على خبزه هكذا تكون يعني خمرت مليح تكون بنينه وجميله الشكل خاصه